قام بإهانة طالب وسبه بألفاظ خادشة للحياة عبر ميكروفون المدرج، فقرر طلابه فتحه وقاموا بنشر فيديو يرصد الواقع على مواقع السوشيال ميديا. أستاذ جامعي بكلية الحقوق المنوفية يهين طالباً أمام زملائه، ماذا حدث وكيف ردت الجامعة على هذا الأمر؟ كل هذه التفاصيل نستعرضها لحضراتكم من خلال تغطيتنا. خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو صادم تم تصويره من داخل أحد مدرجات كلية الحقوق جامعة المنوفية، يظهر فيه أستاذ جامعة يتلفظ بألفاظ خارجة لأحد الطلاب داخل المحاضرة أمام زملائه من الطلاب والطالبات. وقرر طلاب كلية الحقوق بجامعة المنوفية كشف أمر أستاذهم الجامعي، وقام أحدهم بتصوير مقطع فيديو من داخل المدرج يوثق لحظة قيام الأستاذ الجامعي وهو يسب ويهين طالبا داخل مدرج الكلية بكلمات خادشة للحياء وسباب وألفاظ خارجة عبر الميكروفون الخاص بالمدرج في ظل وجود العديد من الطالبات بالمحاضرة، وهو ما يتنافى مع قيم وتقاليد وأعراف ولوائح الحرم الجامعي. وتداول هذا الفيديو عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة استياء وغضب واسع على منصات السوشيال ميديا، كما عبر أيضا العديد منهم عن دهشتهم واستنكارهم لما بدر من هذا الأستاذ الجامعي في حق أحد طلابه، وطالبوا بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق والمساءلة القانونية، لأنه من المفترض أن يكون هو قدوة ومثالا يحتذى به في الانضباط والأخلاق. وجاء رد الجامعة المنوفية على هذا الأمر بأنها قامت بنشر بيان وضحت فيه بأنها قامت بإحالة هذا الأستاذ للتحقيق، حيث جاء في البيان: تم إحالة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة المنوفية إلى التحقيق لقيامه بسباب طلابه بألفاظ خادشة للحياء. وأكدت الجامعة حرصها الدائم على احترام القيم والتقاليد والأعراف الجامعية وسعيها الدائم على انضباط العملية التعليمية. وأيضا علق عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية على هذه الواقعة الدكتور منصور محمد في تصريحات خاصة، وقال إن كلية الحقوق قامت بإحالة الأستاذ الجامعي إلى التحقيق فور علمها بالواقعة مع رفعها بمذكرة تفصيلية عما حدث، وأشار إلى أن الأستاذ الجامعي يدرس لأكثر من 34 عاما في كلية الحقوق وهو أستاذ متفرغ بقسم الاقتصاد، كما كشف عن أن واقعة السباب التي تورط بها أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية هي حالة استثنائية غير معتادة داخل الحرم الجامعي، فهو مخالف للقيم واللوائح الجامعية. الجامعة هي مكان تربوي وتعليمي يوفر للطلاب بيئة آمنة مع تعليمهم القيم والأخلاق الحميدة، كما أكد أن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد هذا الأستاذ الجامعي. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل هذه الواقعة، وهي واقعة سب أستاذ جامعي لأحد طلابه بألفاظ خادشة للحياة. ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل جديد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.